عندنا هنا هذا الفرع مثمر كما نشاهد، هذه الثمار والثمار مستمرة في الأعلى، وفي الأسفل يوجد فرع خشبي غير مثمر. هذا الفرع ممكن يثمر في الموسم القادم بعد ما ينمو، ولكن الحين نضطر أن حنا نتخلص من هذا الفرع لأنه ياخذ حق الثمار اللي فوق من الماء وكذا. نقص الفرع ذا ونحاول نعقله، وبعد ما نقصه راح هذه الثمار بتحصل كمية ماء وغذاء أكبر، بالتالي تنمو أسرع. ولأن هذا الفرع سميك ومنطلق في النمو سوف تستمر الثمار بالنمو إن شاء الله. كما نلاحظ هنا، شاهدنا هنا يوجد فرع وتوجد ثمرة. ونحاول أن نعقله ونستفيد منه. وإذا جيت تزرع عقله، طبعا شوف الأفضل وشوف الأفضل، خلنا نعلمك. أكثر الناس يجي يزرع عقله يقوم يقصها من هنا ويزرع هذا لتحت. الأفضل أنك تقصها من النص. الحين احنا قصناها من النص، أكثر الناس ياخذ هذا ويعقله. الطريقة الصحيحة والأفضل أنك تأخذ الجزء العلوي اللي هو هذا، بعدين لو جيت تزرع العقلة تدفنها لحد هنا الأفضل، أو تدفنها لحد هنا ما في مشكلة، بس أهم شيء أنه إذا نمت العقلة راح ينمو هذا البرعم. هذا البرعم ده هو اللي بينمو. أما هذه إذا نمت راح تنمو من هنا أفرع جانبية، وبيكون عندنا هذه الفتحة تسبب لنا مشكلة. هذه لازم تسدها بشيء، أو يدخل فيها اللي هو بيض الضبان ومشاكل كثيرة. فخلاص هذه العقلة ما تصلح بالنسبة لي، ما تصلح. باخذ هذي بزرع هذي الكاس، شوف من هنا بقصر. بدينا ندفنها بالطريقة هذي
برضو العقلة، العقلة طويلة تحتاج كاس أو حوض أرفع شوي، أو أني بعد أقصر منها المشكلة. ثم أدفنها بهذه الطريقة. طبعا أنت الآن إذا دفنتها، إذا صار الجزء الأكبر من العقلة في التربة والجزء الأصغر في الهواء، يظل عندك تبخر الماء من العقلة لأنها مدفونة في التربة. بعد فترة راح تنمو بالطريقة ذي، بنفس هذه الطريقة. هذا البرعم له نهاية العقلة، وبرعمت برعم إضافي جانبي من هنا، يعني ما فيها أي أثر للقص نفس هذا. هذه تكون كأنك زرعت العقلة بذرة، كأنك زرعها بذرة. هذه العقل تكون أقوى من العقل اللي بهذه الطريقة.